فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند القيام من التشهد الأول يقول: كيف أرفع يدي؟ هل أبدأ التكبير وأنا جالس وأنتهي إذا قمت مع نهاية التكبير؟ مع القيام تبدأ التكبير مع القيام، لا تؤخره إلى أن تقوم ثم تكبر إذا قمت، لا، يكون في الفترة ما بين قيامك من الأرض إلى اعتدالك، هذا محل الانتقال، هذه تكبير تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تكون قبل الانتقال ولا بعد الانتقال، وإنما تكون أثناء الانتقال، تكبير يكون أثناء الانتقال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.